الغالية عبد الله محمد الجيمي، مدافع عن حقوق الإنسان بالمنطقة المحتلة بالعيون، عضو المكتب التنفيذي للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي. كنت ضمن المدافعين عن حقوق الإنسان اللي تم استقباله من طرف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد ستيفان دي مستورا بمقر بعثة المينورسو. هذا اللقاء الذي نثمنه إيجابا، خاصة أنه أتى بعد سنتين من ولاية المبعوث الخاص، والذي كان يصر أن لا يتم هذه الزيارة للمناطق المحتلة إلا بعد أن يضمن أنه سيقوم بلقاء خاص مع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والذين يتبنون الدفاع عن الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي، وخاصة وعلى رأسها خاصة الدفاع عن الحق في تقرير المصير. فعلا تم هذا خلال الشهر المنصرم، ونتمنى أن يكون التقرير الذي سيتقدم به للأمانة العامة والتي تشهد انعقادها الآن بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن يكون هذا التقرير تقريرا إيجابيا ويتضمن انشغالتنا كمدافعين عن حقوق الإنسان، وانشغالات جبهة البوليساريو عامة في الدفاع عن الحق في تقرير المصير واستقلال الصحراء الغربية. هذا الحق الذي هو أساسي بالنسبة لنا جميعا، والذي قبله أيضا نتمنى أن يتم الإفراج عن معتقلين السياسية، وأن تكف الدولة المغربية عن نهب خيرات الشعب الصحراوي. وشكرا.